هنعمل مع بعض البيتي فور والسابلي ان شاء الله بطريقه انعم كمان عن السنه اللي فاتت، وان شاء الله هنعمل لها زينه مختلفه وحلوه جدا، ويعني هنعمل اشكال مع بعض ان شاء الله نرصه كل رصه هناك. فنبتدي الاول في الوصفه وبعدين اوريكم الزينه هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. نبتدي الاول بسؤال المسابقه. احنا سؤال المسابقه العمره، ماذا كان يعمل نبي الله نوح عليه السلام؟ نجارا أم حدادا أم راعي أغنام؟ تبعتوا على أرقام المحمول 1775 أرضي 0900-9175 أو SMS على 1775. طيب نبتدي بأول وصفة بقى نقولها، اللي هي البيتي فور الناعم. البيتي فور الناعم، برضو دخلت في الوصفة النشا، لأن النشا زي ما قلنا النشا ما فيهاش مادة الجلوتين اللي بتعمل لنا عرق زي اللي موجودة في الدقيق. فلما استبدلت ده في الغريبة، دخلته في الغريبة لقيتها بقت ناعمة جدا. لما عملته في الكحك بقى ناعم جدا. كم من الناس ما شاء الله بعتولي برضو تطبيقات رهيبة وكلام جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله هحاول الحق اقرا تعليق منهم، جميل جدا نزلته على الانستجرام وعلى الفيسبوك، ويعني فعلا اثر فيا جدا. فبالتالي انا برضو دخلت النشا بقى دلوقتي في البيتي فور والسابلي عشان دي نفس نتيجة النعومة دي. هقول لكم دلوقتي على البيتي فور الناعم. معانا 200 جرام زبدة طرية، يعني كوباية، كوباية يعني 200 جرام، بس أرجوكم نمشي بالجرام عشان هتفرق معانا جدا في النتيجة. يعني بصوا، يعني احنا انا ما اقدرش اقول لكم مثلا بستخدم نوع دي ايه او نوع سكر ايه او نوع الزبدة ايه، خلاص. فهنا يكفي اصلا ان الانواع انا ما اقدرش اقول لكم بالظبط انا بستخدم انواع ايه، فعلى الاقل نمشي صح في المقادير. لان لو احنا مشينا بالكوبايات كل واحد كوبايته مختلفة في البيت، ومش ماشيه مع مثلا البيض، يعني البيض هنا معيار فلازم قصاده كوبايات معينه، فما ينفعش ان احنا نشتغل بالكوبايات ارجوكوا. يبقى 200 جرام زبده طريه، 80 جرام سكر بودره منخول، 2 صفار بيض، فانيليا، رشه ملح، ميتين جرام دقيق، 80 جرام نشا، وقليل من اللبن عند اللزوم فقط. ويعني احتمال كبير جدا ما تحتاجوش الا لو دخلتوا فيه الكاكاو الخام. قصادكم لو انتوا عايزين تعملوا بالكاكاو تدخلوا كاكاو خام بعد العجن، يعني تكونوا عملتوا مثلا بالفانيليا وخلاص وعايزين مثلا نص العجينه التاني تعملوه بالكاكاو، هتزودوا كاكاو خام ساعتها منخول. ولو احتاجتوا بقى شويه لبن بتزودوا شويه صغيرين جدا. او الطريقه التانيه، لو من الاول عارفين انكم عايزينه بالكاكاو هتشيلوا مقدار الكاكاو اللي انتوا عايزين تحطوه من الدقيق. الدقيق في العجن يوازي زي الايه، الكاكاو يوازي زي الدقيق، الكاكاو زي الدقيق في الايه، في الوصفات. هتشيلوا من ده تحطوا من ده كده، خلاص. يبقى الوزن اللي هتشيلوه من الدقيق تحطوا مكانه كاكاو خام لو انتوا من الاول عايزين الوصفه بالكاكاو. نبتدي بقى. اول حاجه احنا بنبتدي نضرب الزبده الطريه مع سكر البودره. لغاية ما يبقى ناعم معايا.
مهم سكر البودرة يكون منخول، علشان لو مش منخول اللي بيحصل ان هو بيفضل مهما ضربناه فيه حتت ناشفة، فمش هيسهل علينا العمل خالص. خلاص الوصفة تبقى معانا كريمي، وبعد كده ننزل عليها صفار البيض. صفار البيض ليه مش بيضة كاملة؟ بياض البيض دايما معروف ان هو من الحاجات اللي بتنشف شوية، يعني هنلاقي مثلا بيضة كاملة موجودة في بسكوت النشادر بس مش موجودة في البسكوتات الناعمة، بتفرق كتير جدا. يعني احنا بنعمل من بياض البيض المارينج مثلا بيبقى ناشف في او مثلا في التارت عايزينه ناشف شويه نحط بيض كامله، لكن لو احنا عايزين الحاجه ناعمه بنحط دايما صفار بيض. ففي الوصفه دي صفار بيض من غير الايه البياض. نضرب بقى، نزود الفانيليا، وهخلط النشا على مقدار الدقيق. ما ننساش رشة الملح بتفرق جدا. هبتدي بقى خلاص بدا يتخلط اهو، ببتدي ازود بقى الدقيق واحدة واحدة. ننزل بس اللي في الأطراف علشان يبقى واصل لكله. في الحالة دي كمان احسن لي ان انا اشتغل بالكف، عشان خلاص انا اول خفقة عملتها الزبدة مع السكر البودرة انا خلاص كده خفقتها كفاية. فايه هو ممكن الواحد يشتغل على طول بالكف من الاول، يعني مفيش مشكلة حسب انتوا عايزين تفكوها جامد او لا. خلاص طبعا الواحد ياخد له وقت بقى لغاية ما ينزل. نحط بقى الكف عشان يضرب معايا احسن، يعجن احسن حسب تقل العجينه. ونكمل. بحاول بقى ما اضربش جامد، يا دوبك يلم معايا. خلاص هنزل بقى كده بايدي عشان ايه اضمن بس ما يكونش كل العجينه راحت مني في الجهاز. ونحطها في كيس حلواني حسب انتوا عايزين تحطوها في حاجه تتضغط او ولا عايزين تحطوها في حاجة زي كيس حلواني. انا من الناس اللي بحب اشتغل دايما بكيس الحلواني علشان بيبقى بيديني شكل الوردات اللي انا عايزاه، مش بيبقى الشكل اللي هو المضغوط بآلة، لكن حسب انتوا عايزين بآلة الضغط ينفع جدا مفيش مشكلة. بس ضروري سواء كده او كده ان احنا لازم ندخل الاول وحدتين الفرن علشان نشوف هي هتسيح معايا يعني كويسه ولا ساحت مني. لو ساحت مني هعمل ايه؟ هبتدي ازود دقيق. فلازم الاول نجرب واحدتين وبعدين نحكم وعلى اساسها ايه نشتغل. باخد بقى العجينه بالشكل ده
وحطها في كيس حلواني. هجرب الاول واحدتين وبعدين ايه ندخلها الفرن ونشوف. اهو بالشكل ده واحدتين بس، شكل الوردة. اهو ندخلها الفرن ونشوف على كام بقى. على 180 درجة. طيب هيبقى معايا بقى الجاهز، نعمله على 180 هنا بالظبط، هنا اقل شويه عشان ده فرن فوق وتحت، فهعمله على 160. الجاهز معانا هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله كده. هنبتدي بقى نعمل له الزينه بتاعته. نعمل الزينه بتاعته ازاي؟ تعالوا نروح على هناك بس عشان نقدر نشوف مع بعض برضو الزينه اللي احنا ممكن نعملها عامله ازاي. دي زينة تقليدية اللي هي بتبقى يا بالفارماسيل يا بالشوكولاتة يا بالمكسرات زي ما تحبوا. اللي انا لاحظته بقى حلو جدا هو اللي شكل بالايه بالسكر، اللي هو بيبقى واخد لمعة حلوة، بيبقى زي الذهبي كده، شكله حلو جدا جدا جدا. ده اللي هو الايه البيتي فور. تقدروا تعملوه بالشكل ده، يبقى السكر بتاعه بيبقى الشكل اللي هو الذهبي او الفضي، في منه فضي، ده فضي مثلا، وده ذهبي فاتح، وده ذهبي على اغمق شويه. شايفين بيدي شكل شياكه فظيع، يعني لمعته تجنن. عملت نفس القصه دي في الشكل اللي هو المختلف اللي على طويل شويه. يعني لو جينا مثلا على الطويل شويه اللي هو وراه الطبق اللي وراه، هنلاحظ ايه، انا عامله برضو الراس بنفس الطريقه. السكر ده بنجيبه منين؟ بنقدر نجيبه من محلات الحلويات اللي بتبيع مستلزمات الحلويات، هتلاقوها هناك. خلاص بيدي شكل جميل جدا. طيب الفرق ما بين بقى وصفه البيتي فور والسابليه ان احنا بنزود بس كميه الدقيق. هقول الوصفه بالظبط بعد ما نرجع من الفاصل، بس مش هعجن تاني لان احنا خلاص احنا عجننا، احنا مجرد هزود بس شويه الدقيق علشان نعمل بقى السابلي من البيتي فور. نفس الوصفه بالظبط بس بنزود الدقيق لغايه ما يبقى معايا شكل اللي اقدر ايه افرد بيه. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. بيكم معايا من الفاصل. انا دلوقتي اخدت بقى بقيه عجينه البيتي فور اللي احنا لسه عاملينها، وهزود عليها بقى الدقيق. هنزل برضو وصفه السابليه علشان نبقى عارفين الفرق ما بين البيتي فور والسابليه. قلنا الفرق بس معيار الدقيق هيبقى ازيد لغايه ما تلم معايا. ننزل بقى وصفه السابليه الناعم. معانا 200 جرام زبده طريه، 80 جرام سكر بودرة منخول، 2 صفار بيض، فانيليا، رشة ملح، 260 جرام دقيق او اكتر حسب الاحتياج، بدل 200 احنا في البيتي فور كان 200 جرام، هنا 260 جرام او اكتر حسب الاحتياج، و 80 جرام نشا. 80 جرام نشا عشان يدينا النعومة الحلوة، و لبن قليل حسب الاحتياج لو احتاجنا، خصوصا لو حطينا زودنا كاكاو خام اللي هو حسب الرغبه. خلاص يبقى احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي. انا معايا وصفه البيتي فور احنا عملناها ازاي بقى، عشان برضو اللي ما شافش البيتي فور اتعمل ازاي يعمل السابليه ازاي. ضربنا الزبده كويس جدا، الزبده الطريه ضربناها كويس جدا مع السكر البودره المنخول لغايه ما يبقى كريمي معانا. بعد كده بندخل عليه الفانيليا صفار البيض ونضرب. بعد كده بدخل الدقيق اللي انا خلطاه بالنشا ورشه ملح، بدخله مع الايه الخليط السابق، بضربه كويس لغايه ما ايه يمسك معايا.
خلاص يمسك اللي هو الطريان اللي اعرف اضغطه. نجرب وحدتين في الفرن نشوف مظبوطين ولا فرشوا. فرشوا هنزود الدقيق. ده بالنسبه للبيتي فور. هنكمل بقى للسابليه، هيبقى ايه؟ بس مجرد نفس الخطوات لكن هنزود الدقيق على ايه؟ البيتي فور. يبقى معايا بقيه الدقيق اهو، هخلط واحده واحده ونشوف هنحتاج قد ايه. هو لغايه ما يلم معايا، لغايه ما احس انها عجينه لمت معايا اعرف ان انا افردها واشكلها. والافضل هشتغل بقى كمان بايديا عشان ايه؟ يبقى احسن كتير. نجيب بس جوانتي. ونجهز كيسين نايلون، عشان الكيسين النايلون دول هنفرد ما بينهم عشان ما نحتاجش اي دقيق زيادة. ده بيوفر علينا ان احنا نحتاج اي دقيق زيادة. انتوا عشان ما يلزقش منكو على الرخامة، الطبيعي ان احنا بنرش الدقيق، فالبديل عشان ما يحصلش كده بنعمله على ما بين كيسين نايلون، بيفرق جدا. بلم بس مش بعجن، ده اهم حاجة في البسكوت والسابليه وكل الحاجات الناعمة، ان احنا نلم بس مش بنعجن. عجن كتير زي البسكوتات، قصدي البيتزا والعيش والمخبوزات زي امبارح دي، ما تنفعش خالص معانا هنا خالص. معانا عمرو، الخط قفل، معلش حاول تكلمنا تاني يا عمرو. هحتاج شوية دقيق تاني. انتوا امشوا بالظبط بالمقادير هتظبط معاكوا جدا. ده كان بقية اللي هو بتاع البيتي فور. فايه، امشوا بالظبط بالمقادير هتظبط معاكوا ان شاء الله بالظبط. انتوا عارفين انا بقى والمقادير بتهمني الدقة جدا جدا. خلاص كده برضو بجرب وحدتين، يعني باخد من العجينة. عائشة، عائشة الو، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. انت عاملة ايه حضرتك؟ الحمد لله. طب هو انا ينفع اقول سؤال؟ طبعا ينفع، كل سنة وانت طيبة. الأول هو فضل. انا اتصلت على العمرة، هو انا اتصلت على سؤال العمرة. ده بصي، هو سؤال بخصوص العمرة ومحدش جاوبني. على 1775 عشان تتحسب الإجابة يا حبيبتي. شكرا. معانا أم إسلام. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا ام اسلام؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، نحمده على كل حاجه. الحمد لله. تسلم ايدك يا سالي على كل اللي بتعمليه والله. تسلمي لي يا رب. الله يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي، وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه وكل كرو البرنامج، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا رب. ليا سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. بصي، اللي انت عامله بيه البيتي فور، ده بتجيبيه من اي محل مستلزمات حلواني؟ اللي هو السكر اللي هو اللي هو الفضي والذهبي. ده موجود اي محل بيبيع. المفروض اي محل، انا جايباهم من مصر. اي محل مستلزمات حلويات بيجيب السكر ده. طيب بصي يا سالي، عندي دقيق بلدي. يعني ادخله في هو عيش بس، ولما اعمله بعيش ادخله دقيق عادي ولا دقيق بلدي بس؟ بصي، الدقيق البلدي بيبقى استخراج مش اللي هو الفاخر. فلو عايزه لا عيش اللي هو بتاع الدقيق البلدي، لازم الدقيق اللي هو بتاع العيش البلدي اللي هو استخراج مش فاخر، عشان يديكي النتيجه صح. بس هو اللي هو، بصي، هو بيتصنفوا بيبقى مش فاخر ده قوي، ده اللي هو بتاع العيش البلدي ده بيتباع في المخابز. لكن اللي هو جميع الاغراض
ودقيق البيتزا بيتباعوا في السوبر ماركت بس برضو مش زي المخابز، بس الأقرب اللي هو دقيق البيتزا أو دقيق جميع الأغراض أو للمعجنات بس، لكن مش الفاخر. هنا مهم جدا يبقى فاخر عشان يبقى ناعم، كل ما الجلوتين قلت معايا كل ما هتدينا الايه النتيجة الناعمة. الجلوتين مهمة جدا في المعجنات بقى غير البسكوت، البسكوت احنا عايزينه ناعم، المعجنات هيدينا القوام بتاع الايه المخبوزات اللي احنا عايزينه ينفش ويدينا ايه الشكل القوام بتاعه. شايفين الكيس بيتشال من عليه ببساطة جدا جدا ازاي. هنعمل ايه بقى؟ هنروح قطعين، نجيب قطاعات دايما واحدة تبقى كاملة كده، وواحدة قصادها هتبقى فيها الفتحة اللي في النص كده. خلاص نشيلها دي بحيث انها تبقى فتحة، واحدة كده وواحدة كده، دايما نركز واحدة قصاد التانية عشان ايه نبقى عارفين. معانا ايمان. ايوه سالي. ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. زي حضرتك؟ الحمد لله الله يخليكي. قولي لي يا سالي دلوقتي انت بتقولي ما يعني ما ينفعش عجن كتير للحاجات اللي هي البسكوتات والبيتيفور والحاجات دي. صح. طب احنا عارفين ان احنا في الكحك لازم كنا نبس قوي والقراقيش نبس قوي. لا بتبسي في الاول السمنه مع الدقيق بس كده، بتغلفي بيه الدقيق بالسمنه، بعد كده لما بتحطي بقى السوائل سواء الميه بالخميره او اللبن بالخميره بتلمي بس عشان يطلع ناعم معاكي. لو عجنتي كتير تقعدي تعجني هتعملي عرق، احنا مش عايزين العرق ده. بس عندك سؤال تاني؟ ايش المشبع؟ اولا عملته من اول، انت ما عملتيه في اول مره. ايوه بالحبوب والكينوا والشيا ولغايه النهارده بعمله بالحاجات دي بصراحه. اكتر حاجه عجبتني ايوه هي اللي بالحبوب دي، احلى احلى ودايما اجيبها الحقيقه تحفه، من ساعتها وانا بعمله على طول ناكله انا وبنتي. المهم انا وصلت لحاجه ان انا بطحنه. بقيتي تطحني؟ بطحنه كل الحاجات دي انا بطحنها. طلع هاشش وتحفه. طب حلو جدا، ما جربتش بصراحه. لا نفسي انت تجربيه بقى مره. طيب وطحني كل الحاجات دي كلها، كل المكونات تطحن حتى بذر الكتان طحنتيه؟ كل المكونات انا طحنتها. طب حلو جدا خلاص هجربه. وحطيت كمان سمسم معايا، طبعا السمسم مش بطحنه. حطيت شمر وينسون، بقول لك تحفه، بيخلي ريحه البيت كلها تجنن. ما شاء الله تسلم ايدين حضرتك. طب جربتي اللي هو برده باخر وصفه اللي هو من غير دقيق بقى خالص اللي هو بالترمس؟ جربت كله بس ما بيطلعش هاشش. زي اللي بقيت. عارفه ليه؟ علشان ما فيهوش دقيق، الدقيق هو اللي بيدي دايما، هو اللي فيه جلوتين، هو اللي بيدي الهشاشه دي، لكن الشوفان ما فيهوش ماده الجلوتين دي قوي يعني. أيوه. تكاد تكون مش موجوده فما بتديش القوام ده. بس لا بس تحفه تحفه، سلم ايديكي. يعني احنا دلوقتي لما بيفيد اتنين ببتدي اعمل الجديد على طول. على طول. ايوه صح. ميرسي يا حبيبتي. وعلى فكره ممكن تعملي كميه تحطيها في اكياس وحطيها في الفريزر، انا اول ما يخلص مني اروح منزله من الفريزر على طول الكيس وحطها في علبه مقفوله في الثلاجه وعلى طول اخد منه. فاعملي كده عشان ما تتزنقيش. شوفوا بقى احنا بنعمل ايه، زي ما احنا شايفين كده بنفضل بقى واحده واحده بالكيس ايه، بس انا بقى لازم ندخل الاول اتنين فنشيل ده كده، يفضل ايه واحده او اتنين يعني، ممكن نشيل اتنين من دول كمان وندخله على الفرن ونجرب. نفع معانا؟ حلو ظبط خلاص. يبقى ايه؟ شوفوا زي ما انتوا ملاحظين انا ما عملتش كميه كبيره قدامي عشان نشوف الاول مظبوط ولا محتاج دقيق تاني، لو فرش يبقى محتاج دقيق تاني. خلاص يبقى احنا كده الوصفه دي فهمناها ماشيه ازاي هي والبيتي فور. نعمل بقى الزينه، بس ناخد الاول التليفون. نوران ولا خلينا هنا؟ الو ازيك يا نوران؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي عندك اي سؤال؟ طيب. وانتي طيبه يا رب. اتفضلي يا حبيبتي قولي لي عندك اي سؤال. انا كنت عايزه اسلم على حضرتك. سلمي لي يا رب. شكرا على المكالمه.
ميرسي قوي قوي. طيب بصوا بقى الحاجات اللي هي الـ الـ السكر ده انا بس مش مهم الماركات، هوريكم شكله عامل ازاي في البولات، بس المهم بس ما تكونش مبلوله خالص علشان نعرف نرجع الزياده. بجيب البولات كده ابقى متاكده انها ناشفه خالص واروح حاطه فيها بقى. بصوا دي لونها يعني رهيب، بصوا لونها عامل ازاي، قربوا كده بالكاميرا عليها، لا خالص بصوا لمعتها تهبل، ده سكر فظيع صح، ده هو ده بيدي شياكه غير عاديه، يعني لو انا حطيته بقى هنا كده في البوله لمعته خياليه باينه. طب تاني اهو ماشي. طيب نحط بقى الباقي هنا اهو، نحط الفض دي، بصوا الفض دي بقى باين، الفض دي هات كده على الفض دي، ده الفض دي فظيع برده لمعته تحفه. وعندي بقى الذهبي الافتح شويه من ده، هحطه برده دلوقتي هنا عشان نقدر نشتغل بعد الفاصل على طول، واوريكم ولا اوريكم الذهبي دلوقتي، اوريه لهم بس برده قبل ما نروح الفاصل عشان يشوفوه اهو. شايفين حلو جدا، نروح بقى الفاصل ونرجع نزين بقى بالحركات الجديده دي بقى اللي تدي شيكه بقى وفخامه بقى وحركات، ويعتبر برضو ارخص من المكسرات بكتير. نروح الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، ورجعنا بقى للتزيين، وده احلى حاجه عندي بصراحه هو وقت التزيين. احنا للتزيين عايزين بقى نجدد وننوع ونعمل اشكال مختلفه للتزيين، وهو احنا طبعا مبدئيا هنعمل المربى دلوقتي على البتيفور العادي او كريمه الشوكولاته اللي انتوا حابينه تقدروا تحشوا بيه، بكريمه الشوكولاته اللي هي بالبندق بتبقى رهيبه برضو جدا، مش عايزه اقول لكم دي فكره مثلا تبقى مختلفه. ده بقى لسه هوريكم شكل تاني ليه، يعني مش هو ده الشكل النهائي اللي انا عايزه اقدمه، يا هيتحط عليه سكر بودره يا هعمله بشكل جليتر برضو ان شاء الله يعجبكم جدا. طيب احط ده بس على جنب اللي بورينا الطريقه الاصليه. نبتدي بالبيتي فور. البيتي فور احنا عملناه مثلا في الفرن خلاص وجاهز معانا، هبتدي احطه في شوكولاته متدوبه على حمام مائي، وابتدي في الطرف لازم اعمل الحركه دي ليه؟ عشان تعمليش قاعده من تحت، شكلها بيبقى بايخ جدا. هاخده كده وانزل في السكر الجليتر اللي بقول عليه ده اللي بيدي شكل خرافي، بصوا دي لازم تقرب بالكاميرا وهمي، تخيلوا كله بيلمع كده. نحطه بقى اول، احطه على ورقه زبده عشان يمسك معايا، وبعدين عنده ايه التقديم. نعمل واحده كمان باللون الذهبي اللي هو مش محمر، يعني مش على نحاسي. معانا تليفون سهام، بس قرب يا شريف على دي يا سهام. مساء الخير يا سالي، ازاي حضرتك؟ ازيك يا سالي، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا رب. ومامي طيبه واخواتك واختك طيبه. حاضر هقول لهم هم سامعينك. اتفضلي. بقول لك ايه يا سالي، اولا الكحك انا ما شفتوش خالص. الكحك ما شفتيش الحلقه. تقولي لي عملتيه ازاي؟ حاضر. شكرا على المكالمة. طيب احنا عايزين ننزل وصفة الكحك الناعم عشان اقدر اقوله المدام سهام. بصوا معايا برضو ده الفضي بقى لمعته تجنن، شايفين حلوة ازاي؟ بصوا بقى شكلهم جنب بعض عاملين ازاي، شكل مختلف
شيك جدا. طيب مش بس كده بقى، خلاص احنا عرفنا كده الاطراف ممكن نعملها بالطريقه دي. عايز او بالمكسرات لو انتوا عايزين بقى بالمكسرات، بس دي الطريقه الايه التقليديه. لو عايزين بقى ان احنا نعمل بقى شكل بقى لمعه جميله جدا، هنعمل ايه؟ انا هجيب الطبق ده اهو او خليه. نبتدي ان احنا نجيب الحاجات اللي هي برضو بتلمع بس مش سكر، اللي هو بيبقى بودره، بيبقى على بودره عامل زي الاي شادو كده بس بيتاكل. زي مثلا اللون ده، انا اكتر لون بحبه هو ده، اللون اللي عامل زي يعني نحاسي كده، يعني ده ذهبي على مصفر وده نحاسي وده لون الروز. شايفين اللمعات تجنن، في اكتر من كده كتير، يعني في حاجات كتيره جدا. عندي هنا الذهبي الداكن مثلا، ده اهو داكن، في الذهبي ده الذهبي الذهبي الاصلي ده بقى اللي هو اللون ده جنب الاصفر، شايفين؟ فتقدروا تنوعوا. انا نفسي اعمل مثلا على اللي هو السابليه الشوكولاته، نعمل بقى حركه جديده بدل ما يبقى دايما سكر بودره ودايما ايه مكسرات او كده، نبتدي ان احنا نغير من شكله. بصوا بقى التغيير، تعال نقرب كده يا شريف. حاضر اهو، شايفين بقى لو عملناه بالطريقة دي هيتحول يبقى حاجة تانية خالص. انتوا ممكن بقى تعملوا ايه؟ انتوا ممكن تعملوا طبق كامل من البيتي فور والسابليه وكم واحدة بس من دول تحطوهم على الوش، يعني مش لازم الطبق كله يبقى بيلمع، يبقى مجرد ان ايه كم واحدة بس تعملوهم وتحطوهم على الوش باللمعة دي. جيبوا فرشة عادي خالص واللمعة دي من نفس محل اللي أنا بقول عليهم، اللي هم محلات اللي هي متخصصة حلويات وأدوات الحلويات، تقدروا تشتروا منهم برضو اللمعات دي. طيب احنا معانا دلوقتي الكحك الناعم على الهواء، هقول لحضرتك المقادير حالا. المقادير مكتوبة على الشاشة، حضرتك بتحطي السمنة تتقدح على النار، دي احلى طريقة كحك فعلا، يعني بصوا القدح بيفرق جدا عن لما ما تتقدحش، دي الطريقة فعلا اللي انا عارفاها من زمان. فلو عملتيها بالسمنة باردة او زبدة بتبقى بسكوت، بيبقى زي الغريبة، لكن بالقدح بيبقى حاجة تانية خالص. فحضرتك بتقدحي السمنة والدقيق نفسه بقى بتحط بتعملي له زي حفرة كده، وتبتدي في نص الحفرة تحطي فيها معلقة اللي هو نكهة الكحك، خلاص اللي هو بيبقى محلب وقرنفل وحبهان وخلطة كده معينة بتتباع جاهزة عند العطارين، و بتحطي السمسم، السمسم برضو بيدينا طعم حلو جدا جدا جدا. وعلى جنب بتجيبي 4 معالق المية الدافية تحطي فيهم معلقة الخميرة والسكر وتسيبيهم على جنب يخمروا على ما ايه السمنة تتقدح معاكي. بعد كده بتروحي منزلة السمنة دي، اول ما تبتدي تغلي وتطلع كده هتبتدي تطلع دخان، تروحي ايه حطها بقى على الايه السمسم في النص وعلى ريحة الكحك، هتلاقي ابتدت تفور معاكي وتطلع ريحتهم حلو جدا. خلاص بعد كده بتبتدي بقى تقلبيه بشويش، واول ما كله يمتزج مع بعض هتروحي مدخله عليه بقى الميه، ما تكتريش عن 4 معالق خالص، الميه اللي بالخميره والسكر، وتبتدي يا دوبك تلمي بيه العجين، تشكلي على طول هو دافي وتدخلي الفرن على 200 درجه لغايه ما ياخد اللون الذهبي، بيطول شويه لغايه ما ياخد اللون الذهبي، يطلع يسقع تحطي عليه سكر البودره وتعلبيه، تحطيه في علب بيقعد بيعيش بشهور، بيعيش طويل جدا الكحك ده. بس اهو ده شكل، انا بس عشان عايزه اقدمهم كلهم اللي هم الشوكولاته دول يبقوا باللون البرونزي ده، وبعدين نعمل اللي هو الفاتحين ممكن نعملهم باللون الذهبي الفاتح، هيبقى احسن. معانا ام مازن، الو
الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا سالي؟ عليكم السلام، اهلا بحضرتك. فداكي كل الانتظار ده يا سالي، انا معاكي من ساعه ما كنت بتقولي لونها لمعتها تجنن وحاجتها جميله. لا بجد. طب معلش انا اسفه. انت اللي تجنني اولا. الله يخليك يا رب. ويا رب يجعلك دائما لامعه كده في نصايحك لينا اللي ربنا هيجازيك عنها كل خير يا سالي. الله يخليك، اللهم امين يا رب. وبسلم على كل حبايبك، وبسلم على مامي احلام الجميله وام اسلام الجميله، وبسلم عليكي وعلى كل حبايبك. الله يخليك. وعايزه اقول لك انا دي ثالث مره اكلمك، كلمتك مرتين قبل كده، وعايزه اقول لك ان انت فعلا نبهتيني حاجه بمناسبه سؤال ام اسلام لحاجه خطيره قوي في الدنيا. إيه يا سالي؟ انت معايا سامعاني؟ اه سامعاكي، اتفضلي. نبهتيني يا سالي ان الاطفال فعلا خطر عليهم جدا الضي الابيض، بيناموا في الفصول في المدرسه ومش صحي خالص ليهم، فاتجهت فعلا. بس انا كان عذابي في الدقيق الاسمر اللي هو البلدي اللي بيقولوا عليه البلدي، ده مش موجود خالص يا سالي. اه مش موجود في دمياط خالص. عايزه اقول لك في دراسات بتقول كمان الدقيق الاسمر حتى مش كويس. ما انا جايه لك بقى خطوه خطوه. أوش. احنا انت خدتينا خطوه خطوه لغايه ما وصلنا مع بعض لصرايح الخبز المشبعه. اه بس خلينا كده واحده واحده واحده، لان اولا برضو يا سالي مش هيبقى في غنى عن العيش في البيت للاولاد طبعا. فيوم ما نعمله صحي زي ما سالي قالت بالظبط. يا رب كله يعمله صحي. ففعلا عارفه يا سالي انا ما لقيتش القمح الكامل خالص. تخيلي انا جبت القمح بنفسي انا من الفلاح وطحنته وروحتي طحناه. برافو عليكي. هاي وخلط. في حاجه بقى انت ما اخدتيش بالك منها في سؤال ام اسلام. هي مش بتقول لك ايه انواع الدقيق اللي تناسبني في عمل العيش البلدي. هي بتقول لك عندها بالفعل الدقيق البلدي، فبتقول لك ينفع اعمله لوحده ولا لازم اضيف له دقيق ابيض؟ انت علمتينا ان هو مستحيل يخمر لوحده. ما هو في فرق ما بين الدقيق الاسمر خالص اللي بنشتريه باكوات من سوبر ماركت اللي فيه القشور، والدقيق اللي بيتباع عند الخبازين. لا بيبقى قشوره اقلها على كتير. على الدقيق البلدي، البلدي يعني هو اكيد الاسمر، فهي بمناسبه ان هي بتقول تضيف له ابيض ولا لا، يبقى هو اكيد اسمر. اسمر 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 لازم يضاف له شويه. لان اللي هما بيتعمل علشان علشان يخمر، لان انا فعلا جربته كده لوحده ما بيخمرش خالص. ما بيخمرش. فعلا. بس في سؤال يا سالي بقى يخصني في موضوع الولاد، ان لازم يعني هما ممكن ما ياكلوش العيش خالص وياكلوا شرايح خبز معانا ولا عادي؟ ينفع ياكلوا شرايح الخبز، ما فيهاش مشكله. بعد سنتين ما فيهاش مشكله خالص، بس برضو نسال. لازم يروحوا لطبيب اطفال، ولازم برضو نسالهم لو في اي مكون عنده حساسيه منه او ما يقدرش ياكل. شكرا جدا على المكالمه، ميرسي جدا جدا. معلش انا اوقات وانا شغاله ببقى يعني ممكن سؤال يعني ما افهمه بشكل مختلف. طيب انا بس عايزه اشرح سريعا، انا الكبيره دي هعمل فيها ايه؟ انا هحط فيها، انا كنت حبيت ان انا اعملها. او قولي يا شريف عندي وقت قد ايه بعد الفاصل عشان انا اقول. طب خلاص هخلي دي بعد الفاصل. معانا تليفون، معانا ناديه. ازيك يا ناديه؟ مساء الخير يا شفاج. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله زي حضرتك. ما شاء الله عليكي وعلى اللي انت عاملاه. حاجات دي مصري ولا يوناني ولا ايه بالظبط؟ الله يخليك يا رب. لا والله يا سالي يعني حضرتك بتعملي حاجات انا ما بشوفهاش في حته تانية. الله يخليك بجد والله، يعني انت ممتازه جدا جدا جدا. الله يخليك. جربتي والله كحك؟ تسلم ايدك. جربتي كحك؟ انا بصراحه عندي سكر. هو ممكن الواحد يعمل كحك كل مره السكر؟ هو طبعا لا، يعني صعب جدا يعني يتعمل بالدقيق الاصفر. ممكن حضرتك تعملي لنا اي حاجه مثلا تخص مرضى السكر؟ انا عملت 4 حلقات كاملين بحلويات بكل الاتجاهات علشان ايه تبقى مناسبه جدا لمريض السكر. فاتفرجي عليهم احسن ان شاء الله، نعيدهم قريب تاني. يعني دول من الحلقات اللي لازم هعيدهم تاني. بس الكحك لمريض السكر لازم يسال الدكتور. في حين انا عايزه اقول لكم معلومه مهمه جدا، ان الكحك اهو، الكحك ده علشان مليان دسم، الدسم العالي مع الدقيق مش بيعلي سكر الدم قوي زي لو دقيق لوحده. تخيلوا بقى ما بيعليش سكر دم قوي. بس برضو حضرتك تسالي الدكتور تقدري تاخدي واحده ولا ما ينفعش، بس اعتقد ينفع واحده. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله بقيه التزيين.
بيكم معايا من بعد الفاصل. احنا دلوقتي هنقول السؤال المسابقه عشان نكمل بسرعه بقى شكل التزيين النهائي اللي انا كنت عايزه اوريه لكم. مسابقه العمره، ماذا كان يعمل نبي الله نوح عليه السلام؟ نختار واحده من الثلاثه، نجارا، حدادا، ام راعي اغنام. المحمول 1775 ارضي 099-0900-0975 او رسائل على 1775. واحده من دول تبعتوا عليهم واحده من الثلاث اجابات. طيب احنا كنا واقفين عند اخر بقى حاجه، تزيين السابليه بشكل مختلف. انا اخر حبه دول عملتهم بقى باللون الذهبي الفاتح اللي انا قلت عليه، الغامقين عملتهم باللون الذهبي اللي هو على اكسيديه اكتر، ودول هعملهم باللون الذهبي ده. انتوا عايزين تعملوا بالوان تانية، في روز مثلا، الوان تانية اللي انتوا حابينه. بس انا مش عارفه اللمعه باينه لكم ولا لا على فوق، يعني انا باينه لي من هنا فظيعه، لكن مش عارفه من باينه لكم في على الشاشه ولا لا. ايوه بانت. نجيب جنبها كده، انا في واحده فيها مربايه شكلها كده ملطخه حته كده، عايزه اشيلها. فين دي؟ دي صح؟ ايوه هي دي. حط دول كده. شكلهم يجنن، حاجه فخمه فخمه اخر حاجه يعني. ودول اللي احنا كنا خلصناهم هحطهم برضو مع التانيين اللي هما كنا عملناهم، اللي هما البتيفور الاولانيين، هحطهم دلوقتي هنا، هحطهم هنا اللي احنا كنا عملناهم في الاول خالص، اللي هو اللون الاوكسيدي والذهبي والفضي. طيب اخر شكل كنت عايزه اعمله معاكم شكل على اكبر شويه، مش هيبقى الشكل اللي هو التقليدي، هيبقى كان احنا بنعمل زي جاتوهات كده، يعني هي اكبر شويه، مش الحجم اللي احنا ايه متعودين عليه، يبقى اكبر شويه، كتقديم مختلف برضو، نفس القطاعات بس على حجم اكبر. خلاص في النص طبعا، انا هعملها تاني قدامكم عشان تشوفوها تاني. بجيب الارضيه خلاص، ما بحطش ابدا على وشها، بقلبها، لازم تتقلب كده. بعد كده بروح حاطه المربى هنا، بفردها، او نحط كريمه شوكولاته اللي بالبنه بتبقى رهيبه. بعد كده بروح قافله عليها باللي فوق كده. خلاص في بقى طريقتين تقدروا تعملوهم، ليه تدهنوهم برضو لا خلاص كفايه دهن. نعمل ايه بالشوكولاته؟ اهو، وببتدي بالشوكولاته سواء البيضه او الغامقه، امشي بالشوكولاته عليه بالشكل ده اهو، من غير كيس حلواني ومن غير حاجه كده بالشوكه. خلاص، ومره عكسي تبقى كده، بتدي شكل راخر جميل جدا. الشكل التاني ايه ممكن تعملوه؟ اللي هو بسكر البودر. تعالوا كده انا عامله هنا عشان نشوف. اهم الشكل التاني هيبقى بسكر البودرة. لو هنعمله بسكر البودرة يبقى مهم جدا بس ان احنا نرش السكر البودرة قبل ما نحط الطبقة اللي فوق دي على المربى، يبقى لازم نرش ساعتها سكر البودرة فوقيها. يعني بشيلها كده وارش. حاضر حاضر يا شريف، اهو شايفين رشيت السكر البودرة اهو عليها، وبعدين بروح مركباها فوق المربى اهي، حطها هنا بقى اهي. شوفوا شكلها، ده اللي هو التقليدي، شكلها حلو برضو بس تقليدية يعني. بتمنى يا رب الحلقة تكون عجبتكم. طبعا انا حطيت حاجة العيد اللي انا عملتها قبل كده، اللي هي الغريبة الملوكي وراهم، الغريبة الملوكي الناعمة اللي مقصود بيها انها ناعمة جدا، او انكم لو عايزين تعملوا عليها المكسرات، يعني هي اصلا ناعمه جدا ولو عايزين تعملوا عليها المكسرات، وعملنا الكحك اللي هو الناعم جدا، دي حلقات قبل هتلاقوها على يوتيوب، وعملنا النهارده البيتي فور والسابلي، ان شاء الله بكره المعمول،
وهنعمل كمان وصفتين تانيين اللي هو بسكوت بالنشادر البرتقال والقرفة، وهنعمل لانكشاير ان شاء الله بكره. اشوفكم على خير على الهواء، يلا باي باي.